بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي، وصل على النبي محمد وآله ولا تفشعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيرا وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شرا وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآله واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.